طبعا تنظيم الدورة السابعة لمعرض الدار البيضاء لكتاب الطفل والناشئة تحت الشعار كتاب الطفل وتعدد الروافد الثقافية. كان تحديا كبيرا طبعا في تنظيم هذه الدورة نظرا للظروف التي يمر منها العالم، ولكن نحن نراهن على أن ننظم هذا المعرض وفي نفس الوقت نحافظ على هذه الاحترازات. المعرض سيعرف برنامجا موازيا متنوعا ومختلفا، فهناك العديد من الورشات سواء في المسرح، في الحكاية، في الفنون التشكيلية، في التراث، وهو أيضا مناسبة للتعريف بتراثنا الغني وأيضا مناسبة للقاء الأطفال مع الكتاب ومع الناشرين. الذي يميز هذه الدورة على الدورات السابقة أولا الظرفية، نحن في ظروف استثنائية، ولكن نحن أثرنا أن ننظم المعرض لأن نؤمن أن الثقافة هي أيضا سلاح في وجه الكوفيد، وهي أيضا وسيلة من وسائل محاربة هذا الداء. هناك إصدارات جديدة متعددة في دور النشر، لأن احنا اقتصرنا فقط بسبب الظروف ديال الوباء اقتصرنا فقط على 16 ناشر، هو العدد أكثر من ذلك، ولكن لهذه الظروف هذه احتفظنا فقط بهذا العدد. هذا هناك كتب جديدة كيف ما قلت وإصدارات جديدة، وسيكون لقاء الأطفال مع الكتاب اللي عندهم إصدارات جديدة لتوقيع هذه الكتب هذه طيلة أيام المعرض. الميزانية ديال الدور، المهم أنا أقول دائما مهما تعددت الميزانية، مهما كانت هذه الميزانية كبيرة ولا صغيرة، يجب أن تكون مقرونة بإرادة قوية، إرادة لتنظيم هذا النوع من التظاهرات الثقافية، لأن الرهان في الطفل اليوم لأنه غادي يكون رجل الغد، ونحن نبني مستقبلا، نبني الطفل باش غنبنيه. الثقافة هي السلاح وهي رافعة للتنمية المستدامة، وسيدنا الله ينصره يؤكد على أن الثقافة مهمة والثقافة رافعة للتنمية البشرية. الدورة السابعة ديال هذا المعرض اللي جات في واحد الوقت ديال الوباء، واللي كاينين ناشرين وكتاب مغاربة اللي متخصصين في الشباب داروا إنتاج جديد، وبهذه المناسبة يقدموه في الأروقة ديال الناشرين المغاربة، وهذه بادرة مهمة جدا واللي تنتمنى وهو الجمهور البيضاوي يجي بكثرة باش يشوف هذا الإنتاج، لأن تنعرفوا بأن الكتاب مهم وأن الكتاب للطفل وللأطفال أهم وأهم، لأن من الصغر ديالو غادي ياخذ هذا الحب للقراءة، وهذه تتعطي تتبشر بالمستقبل إن شاء الله. خاص تحط هذا السؤال المسؤولين تاع الدار البيضاء، اللي هذه 65 عام ما عندناش شي بلاصه اخرى فين نديروا فيها المعرض، لان لافوار اللي فيها مستشفى. اذا ساهل تقول بان اشتت، خاص المسؤولين على هذه المدينه اللي ما داروا والو في هذه 65 عام تسولوهم علاش باش يكون المعرض هنا في الدار البيضاء، خاص فين يكون، ولا غنديروه في الزنقه، غنديروه في شي احياء شعبيه مهمه جدا، وان كاين بعض الوثائق اللي تيتخاصها الدار وتتبرمج ماشي في سنة ولا سنتين، في سنين، وهذه بأن النظرة للمستقبل ما كانتش كافية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.